مشاهدينا بنرحب فيكم من جديد. ضمن احتفال مهيب رح يقام بكرة الخميس، تستعد أكاديمية شرطة دبي لتخريج كوكبة متميزة من أبناء وبنات هالوطن، مؤكدة على تجديد الولاء للمضي قدما بتعزيز الجهود نحو الريادة. نعم، وضمن عروض وتشكيلات عسكرية متميزة يشارك في حفل التخريج هذا العام نخبة من ضباط الشرطة المؤهلين القادرين على حمل لواء الأمن والمسؤولية واحترام القانون وتطبيق العدالة، ويبلغ عددهم 75 طالبا مرشحا عن الدفعة 31 و30 طالبة مرشحة عن الدفعة 4، بعد أن أمضوا 4 سنوات من الدراسة والتدريب والعمل على تطوير المهارات العسكرية اللازمة. طبعا للمزيد حول تخرج الدفعة الجديدة بيسعدنا أن نستضيف معنا باستوديو دبي هذا الصباح العميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور أحمد الشحي عميد أكاديمية شرطة دبي. صباح الخير، سعداء جدا بوجودكم معنا. بداية حضرة العميد الدكتور سلطان، أكاديمية شرطة دبي رح تشهد غدا مثل ما ذكرنا تخريج الدفعة الجديدة من الضباط. بداية لو تخبرنا عن استعداداتكم لحفل التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذه الاستضافة، وشاكر لدبي الإعلام، وشاكر لتلفزيون دبي تغطيتها لفعاليات التخريج العام للعام 2024، تخريج الدفعة 31 من الطلبة المرشحين والدفعة 4 من الطالبات المرشحات. وما هي التغطية من دبي للإعلام على مدى 31 عام إلا إيمانا منها بأهمية هؤلاء الخريجين اللي لديهم مهمة سامية ورسالة عظيمة في بسط الأمن والأمان في ربوع هذه الإمارة ودولتنا الحبيبة. نعم. أما عن فعاليات التخريج، إحنا غدا إن شاء الله بنتشرف بحضور سيدي سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. إحنا استعدينا مبكرا لهذا الحدث، استعدينا من شهر أكتوبر العام الماضي. الحدث لن ينتهي غدا ولن يبدأ غدا، الحدث بدأ من أكتوبر. إحنا عندنا فعاليات مصاحبة لهذا التخريج، فعاليات في مختلف ربوع دبي، هدفنا إشراك أكبر شريحة من المجتمع في فرحة هؤلاء الخريجين، وأن الشرطة هاي بلغ رسالتها أنها شرطة مجتمعية. على سبيل المثال عملنا فعالية في سيتي ووك ضمن الجمهور، فعالية في الخوانيج ووك، فعالية في الحبتور سيتي، فعالية في دي ثري. فهذا النهج منذ العام 2017 احنا متمسكين به. أيضا الفعاليات هاي لا تنتهي فقط في العروض العسكرية، لكن عندنا مبادرات عدة راح نتحدث وياها معاكم إن شاء الله. نعم. حضرة العقيد الدكتور أحمد، طبعا 4 سنوات قضوها الدارسين والطلبة والطالبات في التعليم والتدريب في كل ما يحتاجونه ليتخرجون ويمارسون العمل الميداني. خبرنا عن ال4 سنوات هذه وعن المواد اللي درسوها. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على الاستضافة، ومبارك لأبنائنا الخريجين اللي باكر بيكون إن شاء الله يوم فرحهم. الدراسة في أكاديمية شرطة دبي فيها عدة برامج تعليمية. طلابنا بيتخرجون باكر خلال 4 سنوات درسوا برنامج اسمه برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية بنظام التراكيز. هذا البرنامج استحدث في 2019، برنامج جديد. فكرته جدا ممتازة، أن الطالب في ال4 سنوات دراسة مقسمة على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة العامة، ويأخذ فيها دراسة للمواد، في بعض المواد قانونية، في بعض المواد شرطية، ومواد مقسمة بين مواد نظرية وتطبيقية وعملية. بعد ال3 سنوات تبدأ فكرة التراكيز أو التخصص، خلنا نكون دقيقين فيها. الطلبة اللي عندنا احتياجات القيادة العامة شرطة دبي في مجالات شتى، تحتاج ناس في الجرائم الاقتصادية، في مراكز الشرطة. فهذه الدفعة دخلت في برنامجين، برنامج تركيز الجرائم الاقتصادية وضابط المناوب. ففي السنة الأخيرة درسوا، السنة الدراسية مقسمة 3 فصول. فصل أول كانت مجرد دراسة نظرية، والفصل الثاني والثالث كانت تطبيقات عملية في واقع العمل وين بيداومون بعدين. لذلك هذا الطلبة مستعدين للعمل من أول يوم بعد تخرج. ما في داعي نقول والله بياخذ بعض الدورات عساس نسقل مهاراته، خلاص اكتسب مهارة نظرية وعملية تطبيقية. أما أنواع المواد، في عندنا مواد نظرية وفي تطبيقية وفي تدريبية. الطالب عندنا في الأكاديمية موجود على مدار 24 ساعة
5 أيام في الأسبوع داخل الأكاديمية، في عنده برامج صباحية وفي برامج دراسية فترة الصباح، وأيضا في مواد تخصصية تكون فترة المساء. هذا يعني باختصار شامل لنوع الدراسة اللي يأخذونها الطلبة خلال نعم. السنوات. حضرة العقيد دكتور سلطان، طبعا قيادة القيادة العامة لشرطة دبي تولي أهمية كتير كبيرة لهالحدث كل عام مثل ما حضرتك ذكرت، وأيضا هناك متابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، الأهمية اللي بيكتسبها هالحدث. والله جوزيلا، خلينا نتكلم عن نقطة جوهرية. اليوم القيادة السياسية وقيادة الشرطة اليوم أولت أهمية كبيرة لهذا الجانب أو تطوير العنصر البشري عندنا في شرطة دبي. اليوم لو تلاحظين اللي بيتخرجون عدد 75 من الذكور و30 من الإناث. إحنا وصلنا للدفعة الرابعة من المرشحات، إيمانا منا في القيادة العامة لشرطة دبي أن المرأة تشكل نصف المجتمع، وأيضا تأسيا بالخطوط العامة اللي رسمتها لنا القيادة العامة أن المرأة الإماراتية اليوم تبوأت أعلى المناصب، أصبحت وزيرة، أصبحت رئيسة معرض كبير مثل معرض إكسبو، نصف عدد أعضاء المجلس الوطني من العنصر النسائي. نحن ماشيين على نفس الخط. اليوم هذا الحدث اكتسب أهمية أن هذا المورد البشري راح يحفظ الأمن والأمان في ربوع هاي الإمارة. اليوم المرأة اللي بتتخرج ممكن تلقونها اليوم في مركز نايف ضابط مناوب، ممكن تلقونها تدرب خيالة مجموعة من العناصر الجديدة، ممكن تلقونها عنصر ميدان تدرب المرشحات، ممكن تلقونها في مسرح الجريمة تبحث عن أدلة سواء كيميائية وأدلة لضبط المجرمين، ممكن تلقونها تكافح المخدرات. فالمرأة يعني الحدث يكتسب أهميته من العناصر الموجودة فيه. احنا اهتمينا بالحدث بشكل كبير، وإيمانا أيضا منا بالمرأة عملنا مبادرة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، هي اسمها مبادرة ملامسة قلب الأم. اليوم هؤلاء الخريجين 105، من اللي رباهم، من اللي شقى معاهم، من اللي اعتنى فيهم، ومن هاي النفوس الموجودة، من علمهم مكارم الأخلاق؟ احنا نأمن أن شرطة دبي لها دور كبير، لكن نأمن أن هذه الأم لها الدور الأكبر. الأم ممكن تنشئ جيل مثل ما يقولون، إذا اعتدها اعتد مجتمعا طيب الأخلاقي وكما قيل. فإحنا اليوم ما نكتفي بأن هاي المرأة الأم تشاهد ابنها وهم يتشرفون بحضور سيدي سمو ولي العهد، لكن خلال الشهور الماضية ذهبنا إلى بيوتهم، وجهنا لهم دعوة مع هدايا تعبر عن الروح الشرطية، سواء بريها أو صفارة، وهدايا خاصة لهذه الأم. فريق متكامل يذهب إليها ويدعوها، يقول يا أم أنت ربيتي وشقيتي، وحين صقلنا هذه اللي أنت سويتيه، وهذا يا مجتمع هذه المرأة جاهزة. فالحدث يكتسب أهمية كبيرة عندنا حين رعاية سيدي سمو الشيوخ لكل سنة على مدى 31 عام، ما هو إلا دلالة أن هذا الحدث مهم بالنسبة لنا. نحن ودنا أن كل إنسان يعيش على أرض هاي البلاد الطيبة، أو أن يزور مطاراتها، أو أن اختار دبي موطن له وهم بالملايين، يشعر بالأمن والأمان. نعم، أنا مقيمة وبشد على يدك، والكلام يلي قلته عن الأم معبر جدا ولامس القلب، وأنا متأكدة أنه وصل لكل أمهات الخريجين والخريجات. يعطيكم الصحة على المبادرة المجتمعية الجميلة. الله يعافيك. نعم، بالإضافة طبعا إلى الشهادات حضرة العقيد دكتور أحمد، الشهادات العلمية بالإضافة إلها، شو هي المهارات الأساسية اللي يجب توفرها بالضباط للعمل الميداني، وشو دور أكاديمية شرطة دبي في تمكين المرشحين والمرشحات من اكتساب هذه المهارات؟ يمكن أنا تكلمت قبل شوي عن طبيعة البرنامج. البرنامج فيه جزء تطبيقي، في مساقات نظرية احنا ندرسها. على سبيل المثال طلبة يدرسون مادة اسمها قانون السير، يدرسها في سنة أولى، لكن في سنة ثانية مادة تطبيقية لقوانين السير كيف يطبقها في الواقع العملية. فالدراسة فقط ليست دراسة نظرية لكنها أيضا مواد تطبيقية. هذا جزء. الجزء الثاني، وهذا يمكن تكون داخلة في البرامج المعتمدة في البرنامج نفسه، يعني مساق معتمد،
لكن بالإضافة إلى البرنامج المعتمد، إحنا ما نعتمد عليه في صقل المهارات الطلبة. الطلبة عندنا موجودين على مدار 3 فصول في السنة، الفصل واحد 10 أسابيع، لكن السنة أطول عن هذه المدة. لذلك في الأوقات اللي هي بين الفصول أو الأوقات اللي بعد نهاية الفصل الثالث وقبل إجازتهم الصيفية، في بعض الدورات يكتسبها الطلبة، مثل دورة المستجيب الأول، دورات في التعامل مع رؤساء المرؤوسين، دورات في إدارة الوقت ولغة الجسد. في كثير من المهارات اللي ما نتكلم عنها من جانب دراسي أو أكاديمي، لا، لكن مهارات لازم يكتسبها حتى يقدر يطبق العلوم اللي درسها خلال 4 سنوات. نعم. وهناك الكثير من الدورات في هذا المجال. نعم. حضرة العميد الدكتور سلطان، طبعا من خلال الخريجين وتخريج دفعات جديدة مؤهلة، عم بتأكد أكاديمية شرطة دبي كل عام التزامها برؤى الحكومة الرشيدة وتطلعاتها بالدفع قدما نحو دبي إلى الريادة العالمية. أبرز الأهداف يلي وضعتوها لها الدفعة. والله اليوم احنا إذا تكلمنا عن أكاديمية شرطة دبي، ماذا تعني أكاديمية شرطة دبي؟ اليوم أكاديمية خرجت 7761 خريج ينتمون ل 21 دولة، يعني وينتمون أيضا إلى 91 مؤسسة. الأكاديمية منذ إطلاقها في أو إنشائها في العام 1987 وأول تخريج لها في 1991، بعد ذلك فتحنا المجال لكافة الراغبين في استكمال الدراسات القانونية سواء كان مدني أو عسكري يقدر ينضم للأكاديمية. كان ذلك في 1992 كنا أول أكاديمية على مستوى المنطقة نجيز مرحلة الماجستير لمن أراد أن يستكمل دراسته في المسائل القانونية. بعد ذلك الأكاديمية تحولت، كانت كلية، تحولت في العام 2001 من كلية إلى أكاديمية. بعد ذلك أقرينا أن اللي بيكمل رسالة الدكتوراه أيضا، نعم، أكاديمية فتحت ذراع علم. بعد ذلك فتحنا الباب للعنصر النسائي للانضمام للأكاديمية، وغدا راح تشاهدون 30 من المرشحات الخريجات إن شاء الله. بعد ذلك أقرينا مادة جديدة اسمها مادة التراكيز في العلوم الأمنية والجنائية. الأكاديمية اليوم رفضت كثير من المؤسسات العاملة في حكومة دبي أو في المنطقة بكوادر قانونية تم صقلها وتم تزويدها بكافة المعارف سواء المعارف الشرطية أو المعارف الأمنية أو حتى المعارف القانونية. نعم جميل. طبعا حضرة العقيد دكتور أحمد، إذا بنتكلم عن قربك من الطلبة وباكر إن شاء الله بيكون تخريجهم كجيل من جديد للضباط، طبعا نبغي نصيحتك لهم، شو توجههم، رسالة توجه لهم من خلال دبي للإعلام؟ أول شيء نقول لهم مبروك طبعا، لكن أهم رسالة ممكن نوجه لهم أن طريق العلم ترى ما ينتهي بأول شهادة أنت أخذتها، هي شهادة البكالوريوس، لكن أنت محتاج علوم كثيرة تكتسبها. ممكن تكمل دراساتك العليا، ممكن تدخل بعض البرامج الأخرى الثانية اللي تصقل فيها العلوم اللي درستها في مرحلة أولى. لذلك أهم نصيحة أن طريق العلم مستمر ولا ينتهي بمجرد تخرجك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والنصيحة الثانية اللي نقولهم ان انت صح خدت شهاده، لكن ايضا خدت وظيفه فيها شرف كبير لحمايه المجتمع وخدمه الوطن. لابد ان كل واحد في هذا المنصب يستشعر الامانه ويؤدي الامانه كما ينبغي. نعم. هذه نصائح ممكن نوجهها لهم وان شاء الله هم قدها. ان شاء الله قدها. نعم. طبعا هيدي النصيحه يلي وجهها العقيد الدكتور أحمد، إذا في نصيحة بتوجهها حضرة العميد من وجهة نظرك أنت، لأنه أيضا رافقت يمكن مش عن قرب ولكن رافقت الخريجين والخريجات بدفعة الغد، مسؤولية كبيرة، رسالة طبعا مثل ما ذكر حضرة العقيد أمن وأمان، ولكن في أيضا مسؤولية كتير كبيرة. مثل ما قلت لكم هي يحملون رسالة سامية ومسؤولية عظيمة أن يحفظون وطنهم، يحفظون أمنهم. نحن يعني دائما نوصيهم بالإيمان بالله والإخلاص للوطن وطاعة رئيس الدولة. نعم. والتوفيق لهم إن شاء الله في يوم غد وفي المستقبل. طبعا نحن بدنا نضم صوتنا لصوت حضرة العميد ونقول مبروك سلف لكل الخريجين والخريجات. 105 هيدا العدد، 75 من الذكور و30 من الإناث من أبناء الوطن، كل التوفيق لهم بالمهام التي ستلقى على عاتقهم. وبدنا نشكر طبعا وجودكم معنا. نعم. العميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي،
نعم، والعقيد حضرة العقيد الدكتور أحمد الشحي عميد أكاديمية شرطة دبي. نحن سعيدين بتواجدكم معنا في دبي للإعلام وبرنامج دبي هذا الصباح. شكرا، شكرا جزيلا لكم. طبعا شكرا على كل الجهود. مشاهدينا نحن هيك طبعا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من دبي هذا الصباح. مواضيعنا كانت منوعة جميلة، بيئة منوعة من المواضيع. نتمنى أن تكون نالت أعجابكم، وكالعادة نحب أنه نشوف تفاعلكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد أكيد، خلكم ويانا إن شاء الله باكر بنلتقي في حلقة جديدة من مواضيع متنوعة في دبي هذا الصباح. ولا تنسون متابعتكم وتفاعلكم، وايد همنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.